ميزان المراجعة هو عبارة عن صفحة مقسومة إلى جانبين مدين ودائم. أقوم هنا لدي على البنك والصندوق والآلات والأثاث والمدينون والرواتب، هذه السجل أستاذ عام، أنا أخذت هذه الأرقام الأرصدة النهائية، فالبنك رصيد النهائي 81,000 ريال، طبعا هذا مثال آخر لكنه مدين، الصندوق رصيد النهائي 9,000، الآلات 45,000، وهكذا. في المقابل كل الأستاذ العام هنا حقوق ملاك والدائنون وقروض قصيرة الأجل والإيرادات التي كانت أرصدته دائنة تسجل في هذا الطرف. حتى أتأكد أن عملي أو نقل الأرقام صحيح إلى ميزان المراجعة لابد من تطابق الأرقام، يعني لو كان بالخطأ سجلت الإيرادات 40,000 أنها مدين فسيكون هنا 240,000، في المقابل سيكون هنا المجموع 160، فلن تتوافق أو تتطابق الأرقام. لذلك أحد أهم مؤشرات صحة ميزان المراجعة تطابق الأرقام، وكما ذكرنا أنا هنا أضع الأرصدة النهائية من الأستاذ العام في ميزان المراجعة. طبعا ميزان المراجعة هو أهم مؤشر لدقة وصحة عمل المحاسب، ويعتبر المرحلة قبل النهائية في الدورة المحاسبية، لأنه من ميزان المراجعة سأقوم باستخراج أهم قائمتين، قائمة الدخل والميزانية العمومية، والتي سنتكلم عنها إن شاء الله في الفصل القادم. هذا ميزان المراجعة. لو أحب أتأكد أنه كل الأرقام تم ترحيلها، فهنا على سبيل المثال لدي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، فيفترض أن يكون لدي 10 سجلات أستاذ عام حتى أتأكد أنه تم نقل جميع العشر سجلات الأستاذ العام. لو نسيت أحد السجلات الأستاذ العام في نقل فسيكون عندي الرقم ناقص، فلابد أن أتأكد أنه جميع الأستاذ العام التي تم استخراجها أو كتابتها تم نقل أرصدتها في هذا الميزان. هنا يعني في هذه الجزئية انتهينا، إن شاء الله في الفصل القادم سنتكلم عن القوائم المالية بشكل مفصل.